هيك مسقسة أو منغنغة تطلع طيبة، واللي عامل دايت بنصحه يخليها هبرة بهالشكل هاد. اللحمة هاي بدها حنان لتطلع مسقسة، بتضيفوا لو قيت دهنة ناعمة تطلع كتير طيبة ومسقسة أو منغنغة. خد الخبزة وكان يلحس الصحن من كتر مو طيبة. شو طابخ لنا اليوم أبو عمار؟ لحمس بالصحن. معقول اسمها لحمس بالصحن؟ انتو شو رأيكم؟ لحمس بالصحن ولا لحمة بالصينية؟ مقاديرنا للحمس بالصحن، عفوا لحمة بالصحن، هي كيلو لحمة مفرومة ناعمة، وأكيد في ناس بتحبها مدهنة وفي ناس بتحبها بدون دهنة. أنا والله يعني بحبها شوي مدهنة، تكون هيك مسقسة أو منغنغة تطلع طيبة، واللي عامل دايت بنصحه يخليها هبرة بهالشكل هاد، تمام. وعنا هون شوية بندورة للزينة، عنا بصلة أو بصلتين حسب الرغبة، بس بصلتين لكيلو اللحمة كتير مناح، مبشورين ناعمين. وعنا هون بندورة، قطعة بندورة مبشورة كمان كتير طيبة بقلبون. وعنا هون رح يجي 7 بهارات مشكلة، معلقة ومعلقة فلفل ومعلقة ملح وشوية فليفلة كمان للزينة. هلأ رح ناخد أول شيء اللحمة ونحطها بالجرن. أكيد رح تقولوا لي هذا جرن الكبة اللي شفناه بحلقات سابقة، تمام، بس أنا جرن الكبة بدق فيه الكبة وبعجن فيه اللحمة وبشتغل فيه كتير أمور. حطينا هلأ اللحمة بقلب الجرن، ورح نبلش أول شيء ناخد البصلات ونحطهم هون، ورح ناخد بعدين البندورة، مية البندورة المبروشة كمان نحطها هون، وبعد منها رح ناخد هلأ 7 بهارات نشكلهم هون نحطهم هون. كمان رح ناخد الفلفل، طبعا معلقة فلفل، معلقة 7 بهارات، معلقة ملح حطيناه هون. وهلأ رح نبلش نعجن فيه. أكيد رح نعجن هون بإيدينا، ما رح نعجن هون بندقة الكبة، لأنه هدول بدون إيدين وبدون حنان. اللحمة هاي بدها حنان لتطلع بعكس الكبة نهائيا، الكبة بدها دق لحتى تطلع أطيب. طبعا أنا قلت لكم أكيد إذا حابين أنتو تكون مسقسقة بتضيفوا لو قيت دهنة ناعمة تطلع كتير طيبة ومسقسقة ومنغنغة. وإذا عاملين دايت أكيد خلوها هبرة على الحل. طعوة من الكتف كتير طيبة، من كتف الخروف، أنا لأنه قطعها خروف، بحب الخروف كتير. في ناس بتحبها عجل، في ناس بتحبها بقر، كله شغال، بس أنا والله لحمة الخروف بلاقيها مزكاية أكتر شي وبحبها أكتر شي. وهلأ ناخد اللحمة ومنبلش نمدها بالفخارة، وهي صار اسمها لحمة بالفخارة وليست لحمس بالصحن. وهي على فكرة اسمها لحمس بالصحن لأنه من كتر ما كانت تطلع طيبة، بعد ما تخلص اللحمة ياخد الخبزة وكان يلحس الصحن من كتر مو طيبة، تمام. فنحن هلأ عم نمدها، أكيد اليوم رح نلحمس بالفخارة، ما رح نلحمس بالصحن. شغلة واحدة بدي نبهكن عليها كتير مهمة، اللحمة تكون ظريفة. إذا اللحمة مو ظريفة لا تقولوا أبو عمر والله أكلته مو طيبة. أما إذا اللحمة ظريفة رح تاكلوا لحمس بالصحن بإذن الله تاخذ العائلة إن شاء الله. اللحمة بالصينية تحتاج ساعة بالفرن على درجة حرارة 200. إن شاء الله تكون عجبتكم حلقة اليوم، وإن شاء الله تكون عجبتكم اللحمة بالصينية أو اللحمة بالفخارة مثل ما ساويتها أنا. والله يعطيكم العافية، وإذا سريتوا تابعونا.